التضاري هذه هي ثقافية رياضية، والهدف منها هو تضامنا مع أهالينا في فلسطين لجمع التبرعات لكل أهالينا في غزة. دونك إن شاء الله 9 بتاع الصباح رفعنا العلم الوطني التونسي والعلم الوطني الفلسطيني ومع الكشافة وكامل أطياف المجتمع المدني بحضور المعتمد الأول للولاية، المعتمد القيروان الشمالية، معتمد القيروان الجنوبية، مدير الصحة العمومية، السيدة مندوبة الشباب والرياضة. نحب في هذه التظاهرة أولا نشكر الحماية والأمن وكامل الكوتش والعباد اللي جاوا شاركونا، ما نجمش نذكرهم، الناس الكل كلهم دي بينيفول حقيقة اللي دوب ما سمعوا ما يعني يسون با ايزيتي باش يجيو يشاركوا معنا في التظاهر هذه. المهم هو الإقبال الكبير متاع القراوة اللي جاوا كلهم. ما عندكمش فكرة اللي في الستون متاع الهلال الأحمر اللي دون اللي صاروا مبالغ هامة وهامة جدا، حتى دي رجال أعمال جاوا، الناس الكل من غير ما خموا قاموا بتبرعات لفائدة يعني ضحايا فلسطين، وهذا بالاشتراك مع الهلال الأحمر التونسي فرع القيروان والهلال الأحمر الفلسطيني. إن شاء الله تكون هذه مبادرة أنه يصير يعني تعميمها على كامل الولايات، ونشكر كل الجهود الإعلام والأمن وكل من شاركنا في هذه التظاهر وهذه الفرحة. الأكسيون ذي شامبيونز رايز هي أول حاجة باش نلموا تبرعات في غزة، وفرد وقت نعملوا ديفولمون صغار بما أنه أول نهار في العطلة، فيها البيتانك، فيها الكورس فيتيس، عنا الألعاب الشعبية، معنا لاباس والكشافة، عنا الديدليفت، وعنا جيمناستيك، كاراتيه، وعنا لي سال ديفانس. في اخر الاكسيون باش نهزوا العلمات وباش نعملوا مارش على التغطيه كل كتضامنا مع اهل غزه، وكما قلت الحضور كان بالكدي المره هذيا، ما توقعناهش الحق، توقعنا اعداد اقل، الحضور كان ما شاء الله. معنا الصلات المحليه كما المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، اداره الجهويه للصحه، المعتمد الاول، المعتمد الشماليه، المعتمد الجنوبيه، معنا لي بارتنير نتاعنا اللي هما الكشافه، الهلال الاحمر، لاباس، رياضه للجميع، معنا الكماك زيده، ولي بارتنير نتاعنا كل حاضرين. الحياه فهم زهره الحياه.